بالتأكيد اللقاءات التي تحدث ما بين السيد مقتدى الصدر والحاج هادي العامري سوف تعمل على تهدئة الأجواء وحلحلة المشاكل وتوصل إلى تفاهمات ما بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، والتي من شأنها إن شاء الله سنذهب باتجاه تشكيل الكتلة الأكبر. طبعا اللقاءات حتما سوف تذوب الكتلة الجليدية ما بين الطرفين وتقرب وجهات النظر.